مساكم الله بالخير وعساكم على القوة. أجدد التحايا لكل المستمعين اللي ما زالوا متواصلين معنا منذ الساعة الأولى من طبابة ألف واللي أيضا انضموا لنا في هذه اللحظات. أنا أمينة العبد الله أجدد تواصلي معكم من خلال طبابة ألف، وموضوعنا في ساعتنا الثانية راح يكون عن الفصام العقلي. حول هذا الموضوع راح يكون معايا الدكتور عدنان ديب عاشور، استشاري الأمراض النفسية واستشاري الطب النفسي الشرعي. أسعد الله مساك دكتور عدنان، حياك الله من جديد. سنور الله يحييك. احنا تقريبا هو استكمال اللي بدأناه في السابق عن الفصام العقلي، راح يعني نتطرق لكثير من المحاور يمكن ما تطرقنا لها، أساس كده يعني حبيت ان نعمل حلقة ثانية. فبداية دكتور عدنان، انت ايش بتنصح يعني الام اللي بيكون عندها شخص في الاسره بيعاني من مرض الفصام العقلي؟ سؤال والله جيد. الام لها دور في حدوث الفصام. هناك ابحاث يعني اثبتت ان الام المفرطه في الحمايه للابن، يعني هي تيجي العياده ويكون مع الابن، وحتى دور الاب ضعيف، يكون شخصيته ضعيفه، والام هي حتى بتكون مع المريض، هي اللي بتساله، هي اللي بتهتم، وهي اللي بتعتني به، وهي اصلا من هو طفل هي حضناه، يعني حمايه زايده بنسميها، يعني عنايه زايده، يعني الطفل معتمد على الام، والام مفرطة في حنانها، مفرطة في حمايتها للطفل، حتى يعني ما تخليه يروح كده يروح كده، تقيد حريته. هذه الأم المفرطة في الحماية تولد ابن فصامي حسب أبحاث كثيرة أجريت في هذا المجال. فأنصح الأم أنها تعطي الشخصية للابن وتحافظ على استقلاليته، ولا تكون أن هي يعني محيطة بمقيدة حريته في حياته، ولا يعمل شيء إلا باستشارتها، وتكون هي مسيطرة مقيدة لحياته. نعم. طب الأسرة، بالنسبة للأسرة بشكل عام دكتور عدنان، يعني لو حدث عندها، يعني كان في عندها شخص مصاب بالفصام العقلي وحدث فيه انتكاسة بعد التحسن، إيش المفروض أن يسوون؟ نعم، الأسرة حتى تمنع الانتكاسة يجب أن لا تكثر من النقد للمريض. ثبت أيضا من أبحاث أخرى أن الأسرة اللي يعني محيطة الابن عاطفيا بشكل شديد، يعني سواء قلق عليه، اعتناء ابو زائد، تدخل في شؤونه بصورة زائدة، طبعا بسبب أنه مريض، بعض الناس بصيروا إيه، قيدوا حريته في الخروج، في الحركة، في كل أفعاله، أو ينتقدوا، يلاحظوا تصرفاته ينتقدوا عليها، ما تسويش كده، سويت كده، بصورة فيها تشديد، هذه سبب شديد في الانتكاسة. يعني وجد أن الانتكاسة المريض بعد ما تحسن وخروجه من المستشفى، بعض المرضى المنومين بتحسن وبيشفى أو بيوصل لدرجة من الاستقرار كبيرة، وبعد الخروج بسبب هذه الأسرة المبالغة انفعاليا في رعايتها للمريض أو تدخلها في شؤونه، تسبب انتكاسة أيضا. نعم. وبعض المرضى بنشوفهم بترك الأسرة وبصير يجي إيه، يقضي نهاره في المستشفى، هو من نفسه يجلس لأنه بيعرف أن في المستشفى بيعاملوه معاملة حيادية شوية. هذا شيء مرة حلو يعني دكتور عدنان، أنه يصير في يعني رابط، أنه ما يصير بس الموضوع دكتور ومريض، أنه يكون في تآلف ما بين المريض الأسرة لها دور. نعم نعم. طيب المريض يعني اللي مصاب بالفصام العقلي، هل أنت بتنصح أنه يترك الدراسة أو العمل، ولا المفروض أنه لا يكون يعني يبقى على رأس العمل أو طبعا دراسة؟ هذا حسب الحالة. يعني إذا كان المرض شديد و يعني الطالب هذا بدأ يرسب ويتعالج وأيضا يرسب، يعني لازم نحاول نعالجه، إذا تحسن بالعلاج واستقرت حالته يواصل، لكن إذا كان رغم العلاج تكرر رسوبه مثلا، تعتبر الدراسة ضغط نفسي على المريض الفصام، تؤدي إلى الانتكاسات وتمنع تحسن الحالة. إذا في الحالة هذه ممكن يترك، إذا كان في كلية عملية، كلية طب، هندسة، يتحول إلى كلية نظرية، أخف ضغط نفسي عليه في الدراسة. نعم. إذا لم بقى يفلح في هذه أيضا، لا مانع يروح لكلية عملية أو معهد صناعي أو شيء، بحيث أنه الضغط النفسي يذهب عنه. هذا بالنسبة للدراسة. والعمل كذلك، لو كان يعمل عمل فيه ستريس، فيه ضغط نفسي أو تعب، ينتقل إلى عمل سهل في أرشيف، في تسجيل معاملات، في كذا، عمل بسيط.
نعم. طيب أحب أسألك أيضا أتطرق بالنسبة بما أن إحنا بنتكلم في مجال الأسرة، بالنسبة للزوجين، إذا كان أحد الزوجين يعني أصيب بمرض الانفصام العقلي، هل أنت يعني تنصحون أنهم ينفصلون أو أنهم يستمرون؟ جميل جدا، سؤال جدا، بس عايز أكمل في الأولاني حتى ليش لا يشعر المستمعون أن الفصام يؤدي إلى تدهور في العمل أو في الدراسة، لكن هذا مش في كل الحالات. نعم. في حالات كتير ناجحين في عملهم، وأطباء مهندسين في صيادلة في كذا، في نجحوا في الدراسة. أنا بقول في الحالات خاصة إذا كان رغم العلاج الحالة يعني الشخص بيرسب أو غير ناجح في عمله، أصبح العمل أو الدراسة ضغط نفسي فيتغير هذا المجال. أما سؤالك الثاني عن الزواج، وهل الزوجة إذا اكتشفت أن الزوج عنده فصام أو الزوج اكتشف أن الزوجة عندها فصام، طبعا الحقيقة يعني أنا لو سألتني الزوجة أو الزوج ما بأنصح بالانفصال. كثير زوجات ناجحة، لكن الشرط أن يتعالج المريض. المريض طبعا غير مستبصر، المشكلة هنا لابد أن يكون في تعاون من أهل المريض، وغالبا بيكون هذه من ناحية الزوج. يعني دائما كثير المرأة هي اللي تخدع ولا يقال لها أنه مريض، ولذلك بنصح كل أسرة عند الزواج ما بني على الصراحة والصدق أفضل لنجاح واستمرارية الزواج. لكن إذا اكتشفت الزوجة طبعا إذا تعالج، كثير زوجات ناجحة، زوجات فصاميين ناجحة جدا، بل أنا يعني شفت يعني نساء اختارت المرأة هذا المريض الفصامي اللي تكسب الأجر وتعتني به، ونوع من الاهتمام والانترست عندها إنها تعتني بهذا الشخص. طبعا إذا كانت الزوجة متفهمة ومتقبلة وهي عارفة إنه هو مريض من الأول، هذا أدعى لنجاح الزواج. لكن يعني ما بننصح بالانفصال أبدا، لأني الزواج هذا رابطة مقدسة، والعناية من ناحية الزوجة والعلاج له دور كبير في شفاء المريض. نعم. لكن في حالات خاصة ربما يكون لها وضع خاص. نعم. يعني الزواج هل ممكن يكون علاج دكتور عدنان؟ لا يمكن يكون علاج، لأن الزواج ضغط نفس، زيادة أعباء ومسؤولية. فبالعكس الزواج ليس علاج، بعض الناس يعتقدوا، لكن هو ناجح في حالات كثيرة، حالات معينة. في حالات خاصة لا ننصح فيها بالزواج أبدا. نعم. لكن هذه اللي قررها الطبيب. لذلك أي مريض فصام لازم قبل الزواج يستشار طبيبه هل يصلح أن يتزوج أم لا. نعم. والطبيب هو اللي طبعا في حالات اللي فيها عدم استجابة للعلاج، تدهور في الحالة، هذه لا ننصح فيها بالله. نعم. طب الشخص اللي بيحمل، هل اللي بيحمل يعني الاستعداد للمرض لازم يكون انه يصاب فيه؟ اللي ورث واللي ثابت مش وراثة المرض، وراثة الاستعداد للمرض. نعم. والإنسان بعد ضغوط معينة في الحياة أو ظروف معينة تظهر أعراض المرض، لكن هو الاستعداد هو اللي يورث. لكن مش بالضرورة كل من لديه استعداد لمرض الفصام أن يصاب بالفصام. كثير من الناس في المجتمع عندهم استعداد ومن أسر فصامية أو يحملوا الاستعداد لهذا المرض، لكن لا يظهر عليهم المرض إلا لما تحصل ظروف معينة. واحد عايش في ظروف طبيعية، في راحة نفسية، في وماشية أموره الاقتصادية الاجتماعية، حياته طيبة، ممكن لا يصاب بالمرض رغم الاستعداد، رغم أنه ورث الاستعداد للمرض. نعم. طب ليش بينتحر عادة مريض الفصام اللي عنده فصام عقلي؟ احنا يمكن في الحلقة الماضية قلنا 12% كما اذكر عن من حالات الفصام تقريبا بيحصل منهم. هذه يعني شوف المريض، مريض بعض مرضى الفصام متعب مرهق جدا من الضلالات الاعتقادات المرضية الخاطئة. جاره هذا بتآمر عليه، واحد على علاقة مع زوجته، هذه كلها اعتقادات مرضية خاطئة مقلقة مخوفة، هذول حيقتلوه لما الناس بتتبعوا بالسيارة، يعني يعيش الموقف ده. فالمواقف هذه بعيشها كحقيقة، لأنه هي خلاص يعني هي اضطراب في جزء من التفكير، وهو الضلالات هذه المرضية، الاعتقادات المرضية الخاطئة بيصدقها تمام كما لو كانت هي واقعية بالنسبة له، بالنسبة لنا غير واقعية. لذلك هو قد من العذاب اللي هو فيه عشان يهرب من هذه الضلالات
ممكن ينتحر. السبب الثاني انه ممكن بسمع اصوات. صحيح. ممكن الصوت يقول له ارمي نفسك من البلكونة. يعني وينفذ اللي سمعه دكتور يعني اللي نعم. مريض الفصام بخلاف مثلا زي ما يمكن نحكي عن الوسواس القهري. مريض الفصام يطيع أفكاره. يعني أشد من اللي عنده وسواس. الوسواس يمتنع عنها يقاومها. سيتعب يتعذب لكن يقاومها لأنه مقتنع أنها خطأ. نعم. هذا بيدافع عنها ومقتنع أنهم راح يقتلوه كذا. الأصوات كمان لما تؤمر يطيعها. نعم. ينطيها تماما. ارمي مثلا والدك من البلكونة هذا طير من طيور الجنة. حطيه في البانيو وافتح المية. نعم. يطيع تطيع الهلاوس وتعتقد انها يعني اوامر مثلا الهية اوامر لا بد من تنفيذه. هذا مشكلة الفصام. لذلك بنقول انه مسؤولية العلاج بتكون مش على المريض. نعم. لأن المريض لا يعرف أنه مريض. صحيح. نعم. طب هذا الشيء هو اللي بيزعج الأسرة تقريبا دكتور عدنان؟ أسرة المصاب بالفصام العقلي؟ أو شو اللي يزعجهم؟ اللي يزعجهم أشياء ممكن الآن نفكر فيها سوا. هو كمان من أسباب الانتحار أنا يعني ما قلت أنه بعض مرضى الفصام لما يتحسن بيبتدي يدرك مشكلة اللي هو فيه ومضاعفاتها الاقتصادية الاجتماعية. المرض هذا اللي الخطير بيبتدي يجي له اكتئاب. الاكتئاب من مضاعفاته الانتحار. هذا سبب آخر. ويمكن لو استعرضنا نتذكر لكن عموما انه الخطورة الانتحار موجودة إلى حد ما. السؤالك الثاني اللي هو الأسرة تقلق مما من اللي يقلقها بالنسبة لمريض الفصام. مريض الفصام المظهر تبع المرض يعني يبتدي الولد يرسب في الدراسة. يعني ممكن بعض أنواع الفصام زي الفصام البسيط وبعض أمراض الفصام اللي أعراضه سلبية أكثر تجي المريض يبدأ ينزوي يجلس في غرفته يبتدي يرسب يبتدي يذاكر ما يستوعب ما فيش تركيز يبتدي ما لا يشارك في مناسبات الأسرة ولا يجلس معهم يبتدوا يقلقوا من هذه الناحية. المريض اللي يجي بأعراض حادة أيضا أو مثلا اضطرابات في التفكير يبتدي بأفكار غريبة أفكار تستغربها الأسرة والأول ما تعرف أنه مرض لكن تقول إيه ليش هو بتكلم كده ليش هو بتصرفات غريبة يضحك بدون سبب يتكلم بدون تبدأ الأسرة تقلق لكن مش عارفة تروح وين مش عارفة إيش التصرفات هذه هو بتدلع هو كذا تضلها في حيرة. يعني التصرفات مقلقة مزعجة للأسرة في بداية المرض. نعم. إلى أن تهتدي إلى الطبيب ويشرح لها أو يعرفها إيش الأعراض هذه. نعم. يعني الأعراض الأخيرة اللي ذكرتها دكتور عدنان يعني ممكن كثير من أهالي يشكون أن ابنهم بيتعاطى مثلا مخدرات. صحيح. أو يتعرض من يعني مجموعات مثلا خلينا نقول إرهابية. يعني المفروض هنا لو حسوا ابنهم شافوا عليه تصرفات غريبة مثل حضرتك يعني قلتها وشملتها المفروض أنه يأخذونه على طول لدكتور نفسي ويعرضون عليه على أساس أن يقدرون أنهم يفصلون إذا كان ابنهم فعلا بيتعاطى أو بيتعرض المنظمات يعني في التدين المفرط أو الغير حقيقي. يعني أحيانا يبدأ مريض الفصام بأفكار متطرفة أفكار دينية بس ما يكون مثلا أحد يعني بيفرض عليها الشغلات دي يكون من لا لا هذا من داخل نفسها. عقله. نعم. أفكار غريبة يبتدي وممكن يتقم يعني يتأثر بآخرين بسرعة وينقاد إلهم يعني متطرفين في أفكارهم يميل إلى تقمص هذه الأفكار ويتقبلها بسرعة. نعم. فهنا ممكن التطرف يحدث وينضم إلى جماعات إرهابية. صحيح مريض الفصام ممكن وكثير من المتطرفين في أفكارهم في المجتمع بيكونوا مرضى نفسيين أو فصاميين بالتحديد يعني. نعم عندهم فصام. طيب أنا يعني حب أني أيضا بعد نتطرق لموضوع العلاج لأن أكيد العلاج فيه شغلات كثيرة يعني أنت مثل حضرتك ما قلت أنه بيبدأ عند الهلاوس يشوف أشكاء يعني ناس مثلا بيسمع أصوات يعني لدرجة أنه ممكن يرمي نفسه ويقط نفسه من الشباك. هل ممكن الأهالي يعني يخلطون ما بين العلاج اللي المفروض أنه يأخذ ابنهم وما بين مثلا العلاج الشعبي
في علاج الانفصام ممكن يودونا؟ والله انا عايز اقول نصيحه اتصل بي يعني انسان فاضل وشيء يعني رجل من دين وقبل البرنامج وكان حضر البرنامج الاسبوع الماضي ويعني متابع فيقول لي ينصحني اني اتكلم عن العلاج الديني والرقية والأشياء هذه أو إني أتكلم عن الإيمان. الإيمان لازم في كل الأمور، كل الأمراض، مش بس الأمراض النفسية ولا الفصام، بس الفصام هذا مرض زي الأمراض العضوية. لا ممكن يفكرون مس يعني من الجن يعني الفصام هذا مرض يعني فيه تحولات كيميائية في المخ يعني مادة الدوبامين ومادة السيروتونين والنورادرينالين في تغيرات في المخ، اضطرابات في هذه المواد فلابد من إصلاحها. رقم واحد في علاج الفصام العقاقير الأدوية. نعم. والمريض بيستمر على العقاقير دكتور عدنان ولا فترة معينة؟ في كل طبعا حسب الحالة. أنا لا أنكر دور الناحية الإيمانية أنه الإنسان لما يأخذ العلاج يقول بسم الله ويتكل على الله، لأنه المرض هذا جاء يعني موروث يعني بقدر من الله وابتلاء معين، فهو لا شك انه يدعي ربه وكذا، لكن ياخذ بالاسباب. نعم. مساله العقاقير في مريض بيحتاجها فتره يعني اشهر محدوده، في اغلب الحالات يمكن تحتاج سنوات. وفي بعض المرضى زي مريض الضغط والسكر والقلب قد يحتاجها مدى العمر. عشان كذا انا يعني ان شاء الله بعد الفاصل احنا راح نستكمل، لان حابه اتكلم اكثر عن العلاج، لان ممكن في ناس يعني يخافون ممكن تسبب ادمان يعني، او هي يعتبرونها نوع من المخدرات يعني. لا، هي نعمه من الله، يحمد الله وجود هذا العلاج يعني. العلاج نعم. هذا كان زمان هذول المرضى لا يتحسن ولا يستقروا ويوضعهم في يحبسوهم ويقفلوا عليهم قبل يعني 50-60-70 سنة يعني. الآن ظهور هذه الأدوية جعل إمكانية علاج المريض. نعم. ولا مانع أني أخذ حبة في اليوم مثلا أو حبتين في اليوم حتى لو مدى العمر، وأكون عايش ومارس حياتي وعملي وهدف. نعم أكيد. عموما الحديث جدا رائع معك دكتور عدنان، رح بس نطلع فاصل الأذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مكة المكرمة، ولونا عودة أخرى معك. من جديد مستمعينا الكرام حياكم الله معنا بسبابة ألف، موضوعنا لليوم عن الفصام العقلي. كل اللي حابين تشاركون معايا حول هذا الموضوع، حابين تطرحون أي سؤال أو أي استفسار عبر الاسم اس مشتركي للSTC 847700 أو مشتركي موبايلي 640660 ومشتركي زين 746262. والتواصل معنا بهذه الحلقة بشكل مباشر على الرقم 7005-7499 7005-7499. رح يكون معكم الدكتور عدنان ديب عاشور، استشاري الأمراض النفسية واستشاري الطب النفسي الشرعي. مساك الله بالخير مرة ثانية دكتور عدنان. مساء النور يا. خلينا نرجع لحكاية الموضوع الأدوية. يعني أنت بتنصح إن يستمرون طبعا عليها هي الأدوية بتكون لفترة على مدى العمر أو فقط لفترة معينة؟ النصيحة الأساسية اللي بوجهها لكل أسرة، أولا إنه المريض لا يترك له اختيار العلاج. المريض حتى في الزيارة الأولى ربما في بعض حالات الفصام الأسرة هي اللي تزور المريض وهي اللي تأخذ النصائح بالعلاج لأن المريض يرفض. والعلاج مسؤولية الأسرة وليس المريض. لا يعني الأسرة مسؤوليتها أنها تعطي العلاج بالتفاق والتفاهم مع الطبيب، يعني ليس هناك حق للأسرة إنها تخفض العلاج أو توقف العلاج أو تزود العلاج أو تصرف بنفسها مهما كان السبب. نعم. يعني العلاج هذا يعني مسؤولية الأسرة في تنفيذه والتأكد من ابتلاع المريض للعلاج، لكن بإشراف الطبيب. في حالة ممكن زي ما قلت تتحسن أو تستقر إلى حد كبير ولا تحتاج العلاج بعد يعني نعم. سنة اثنين زي كده، لكن ممكن في حالة تحتاج
مدى الحياة. هذا إذا ثبت مرض الف... أحيانا الأعراض تبدأ فصام والعلاج المبكر يذهب المرض وكثير من الأطباء بيشككوا أنه يكون هذا فصام. نعم بس يعني أغلب مرضى الفصام اللي بيستخدمون أدوية يعني بيتجاوبون مع المرض. بيتجاوبوا في أغلب المرضى بتحسنوا أو بيستقروا. هذه الغالبية العظمى. نعم. في فئة قليلة ما بتحسنوا يعني ربما 25% من المرضى. نعم. رح ناخذ أول مشاركة معنا اليوم من أبو أحمد من جدة. أسعد الله مساك يا أبو أحمد. أبو السلام عليكم. يا هلا أخوي حياك تفضل. الله يسلمك. أنا أبغى أسأل بس الدكتور يعني هل هذا المرض له علاقة بالوراثة أو أنه شيء طارئ مفاجئ؟ نعم. يعني زي ما قلنا هو المري الإنسان يكتسب الاستعداد للمرض من 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 أسرته. نعم. لكن المرض نفسه يحدث فيما بعد لبعض حاملي الاستعداد الوراثي، بعضهم لا يظهر عليهم المرض. في دور قوي للاستعداد للمرض. نعم. دور وراثي قوي. نعم. نعم. لذلك احنا بننصح اذا في أسرة احد الخاطبين يعني مرض الفصام. نعم. وفي أسرة الثاني يعني أسرة الزوج والزوجة انهم ما يقدموا على الزواج قبل الزواج. يعني اذا كان في مريض في أسرة الرجل والمرأة قبل الزواج فلا يقدموا على الزواج. واذا كان في إخوة للمخطوبة أو إخوة للخاطب مرضى ويعني في احتمال كبير إنه يظهر المرض إذا كان يعني الزوجة في لها أقارب أيضا مرضى بالفصام. إذا العامل الوراثي يجب أن نحترمه، وبالتالي هذا يعني له دور في اختيار عند الزواج. يستشار يعني الطبيب النفسي في حالة وجود أقارب مرضى نفسيين قبل الزواج. نعم. قد يمنع في بعض الحالات خاصة إذا كان دور الوراثة كبير، إذا كان في أسرة هذا وهذا مرض، أو يعني إذا كان يعني حالات خاصة يكون فيها يعني أنواع من الفصام. طبعا زي ما قلنا عدة أنواع. صحيح. من ال نعم. عندك سؤال ثاني راح للأسف أبو أحمد. طيب في حالة دكتور يعني الطبيب إذا أحد يعني جاء يبغى معلومات عن مريض الفصام، هل يعني الطبيب يعني ممكن يعطي معلومات أو يعني من أخلاقيات المهنة أن الطبيب لا يفصح عن أي شيء لأي أحد حتى للزوج عن مريض الفصام إلا بحضور أو بموافقة المريض نفسه، لكن في غير ذلك لا يعطي معلومات. احنا احيانا في حالة الخطر على شخص يعني مريض بيهدد انه يقتل شخص وانه بيعتقد انه بيضطهده، او جهات امنية لمصلحة عامة، احيانا يحدث انه الطبيب يفصح، لكن غالبا يعني شرف المهنة يتطلب واخلاقيات المهنة ان لا يفصح عن اي شيء عن مريضه الطبيب. نعم. رح ناخذ ايضا مشاركه جديده معنا ابو عبد العزيز من جده. اسعد الله مساك يا ابو عبد العزيز. وعليكم السلام. يا هلا مساك الله تفضل برضا. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل. دكتور عجلان كيف حالك؟ يا هلا والله اهلا الله يحييك. دكتور عجلان بس بستفسر، عندي رحيلي. نعم. قبل اسبوع كذا تعبان، هو يكلم نفسه يعني. نعم. الو؟ نعم معك، أنا معك في أشياء أخرى. دكتور فوديته للشيخ يقرأ عليه. نعم. المهم الشيخ قال لي يعني أسبوع كذا وشوف حالته إذا تغير. هل أسبوع هو يكلم نفسه ما إحنا عارفين، هل نودي الدكتور نفساني ولا ذا يعني يتوهم له حاجات؟ بس ما هو سيكلم نفسه إلى ما شاء الله إلا إذا عولج يعني. ومسألة القراءة أو الرقية أو شيء، هذا شيء جيد مطمئن، لكن ليس هو العلاج. يعني العلاج يعني أحيانا عندما يكلم نفسه المريض بيكون غالبا يسمع أصوات بيرد عليها هو بجاوبها. نعم. كثير من المرضى زي ما قلنا الأعراض السلبية لمرض الفصام منها الانزواء والتمتمة والكلام مع نفسه. نعم. ولأنه في أفكار غريبة فهذا شيء يعني
العلاج المبكر فيه مهم جدا، وزي ما قلنا رقم واحد في العلاج هو العقاقير، ولابد في أعراض أخرى أنت ما قلتهاش، قلت لي بالتمتمة، هل هو بدأ ينزوي، هل هو بدأ ينطوي، يعني يقول كلام ما هو واقعي ويدخل مثلا موضوع في موضوع ثاني. أيوة نعم. إذا هذا اضطراب في التفكير واضطراب في الكلام، وهذه نعم. يعني تشير أنه ربما هو مصاب بالفصام، وهنا أنت دورك أنه العلاج يكون علاج مبكر ورجوع إلى الطبيب النفسي ونصائحه، ولا تضيع الوقت في مسائل أخرى مع العوام أو مع ناس يجهلوا المرض. نعم شكرا لك. شكرا لك يا أبو عبد العزيز. أهلا فيك. رح أخذ مسجات مستمعينا من صديقنا الدائم، بيقولوا مساكم هلا وغلا، من فايز العنزي من حائل. حياك الله أخوي فايز، وأنا جدا سعيدة بتجدد تواصلك معنا. بيقول طبعا هو سأل يقول هل له علاقة بالوراثة، احنا جاوبنا عليه. رح أخذ أيضا مسج آخر من خالد، يقول هل كل مريض فصام مزمن يحتاج ولاية شرعية أم لا، وإذا كان مستوى ذكاء المريض 75% يحتاج أو لا يعني وصايا شرعية؟ الوصايا الشرعية أو إقامة القيم أو الوصي هذه لها شروط، أنه الشخص لا يستطيع إدارة ممتلكاته، لا يستطيع التصرف يعني القيام بشؤونه العامة والخاصة أو بالذات العامة، يعني هذا اللي بنقيم عليه قيم، ولكن لها تقييم آخر، وليس معنى أنه كل مريض فصام يعني ليس أهلا لإدارة شؤونه العامة والخاصة، وخاصة إذا تعالج. لكن في حالات خاصة بتكون فصام متدهور، يعني لم يستجيب للعلاج، لم يأخذ يعني استمعوا للعوام زي ما قلنا وأوقفوا العلاج. بعض الناس يأخذوا نصايح من جهال أو عامة الناس، أنه ما تأخذ دواء، الدواء بيعمل إدمان، الدواء هذا كذا كذا معلوم، يعني بيفتوا من غير علم. في الحالة هذه المريض بيتدهور، بعد سنوات يصبح كالكنبة في البيت، فهذا يحتاج إلى وصي أو صحيح. قيم. لكن في الصام وبتعالج وفي استقرار وتحسن لا يحتاج إلى وصف. نعم. رح ناخذ أيضا مشاركة جديدة معنا، نادر من مكة. سعد المساك أخي نادر. السلام عليكم. يا هلا وعليكم. يا هلا فيك، حياك، تفضل. عليك الحمد. والله الحمد لله. أول شيء دكتورة أمينة، أنا لي عتب عليك في الحلقة اللي مضت، اللي هي حلقة فن الاتصال، يعني سألت سؤال ومفروض كان تيجي أشوف إفادة من السؤال، فتجاهلت الشيء هذا. المهم أنا أبغى أسأل الدكتور عدنان. تفضل معك دكتور عدنان. يعني أنا ما أدري هل أنا مريض أم شيء، بروح لكذا دكتور نفسي، فعلى حسب علمي إن الدكتور النفسي مفروض يجلس معك يشوف إيش مشكلتك، بموجبه يعطيك العلاج. يعني في جلسات الكلامات، فما أدري دحين الطب النفسي صار تجاري أو ما أدري، يعني بتروح للدكتور يعني بيسألك سؤالين ثلاثة بموجبة على طول بيعمل لك روشتة بيعطيك العلاج. فالمشكلة اللي عندي أنا الأساسية، أول شيء أنا بكون أتنشن، يعني دائما ما بكون مع الأطفال عندي بكون خايف عليهم خوف رهيب. يعني حتى لدرجة إنه ما أقدر أخرجهم الشارع. يعني أطلعهم نزهة، أطلعهم المكان هذا، يعني بحس إنه هم ما مرتاحين لأنه أتنشن، لا يا ولد تعال يا ولد، هذا شيء. الشيء الثاني ما أحب أي إزعاج في البيت. وبعدين غير كده الزعل بكاء، يعني أي طفل يبكي أي شيء بحس إنه في توتر في الأعصاب عندي، يعني هي الحالة دي ما على طول، يعني فترة بتيجي. الشيء الثالث اللي هو عندي عملية رفض الأكل بتاتا. يعني أنا ممكن يصادف إنه 5 أيام ما آكل. حتى لو حطوا الأكل قدامي ما آكل. رفض بتاتا للأكل. واضح. هذا شيء. الشيء الثاني عندي ولدي اللي هو في المتوسطة، فبحس إنه هو عنده عدم استيعاب. يعني اللي بتديه الدرس اليوم شيء يحفظه حديث أو شيء، فبيجي تاني يوم تسأله تلقى إنه ما حافظ أي شيء ولا كأنه أخذ شيء. نعم. فما أدري يعني
نعم انت سألت سؤال بخصوصك وسؤال بخصوص نعم. ولدك. أيوة بخصوصك أنا... انت يعني انا وضعت احتمالين من اول ما تكلمت انت ان انك تكون ربما عندك اكتئاب، ربما احد امراض القلق، لكن بنتهز هذه الفرصة في اني اقول لزملاء الاطباء انه، واعتقد انه كثيرهم الغالبية يراعوا هذه، لكن قد تكون هناك حالات خاصة يعني لا يراعوا هذه المسألة، وهي الحديث مع المريض وسؤال المريض والشرح للمريض. يعني أنا أول ما أشوف المريض لابد أني أسأله عدة أسئلة، أتركه يتكلم أول عن مشاكله وعن ظروفه وعن معاناته، بعد ما أشخص المرض أدي خطة العلاج وأسهب في الكلام حتى أوضح له إيش أنا ناوي أعمل معاه في المرحلة المقبلة حتى هو يعرف. ونصيحتي عدم التردد على أكثر من طبيب، طبيب موثوق ومؤهل ومتخصص وذو خبرة يكفي أنه أواصل معه مهما كانت النتائج. طبعا يعني ربما يعذر بعض الأطباء من الازدحام عليهم، الأطباء النفسيين ندرة ولا يزالوا، ولذلك بيشوف عدد كبير من المرضى. نعم. نمرة اثنين بالنسبة لولدك لابد أنه يعني تدرس الحالة، قد يكون يعني تقرير معدل الذكاء مهم، قد يكون تقييم هل هو عنده اضطراب فرط الحركة، تشتت الانتباه، قد يكون عنده أي حالة نفسية، يجب أنه درست الحالة. المسألة ليست لا يمكن أن تقيم من شكوى معينة وبسرعة يعني. نعم. طيب بالنسبة لحالتي أنا يعني ما فهمت يعني فصام عقلي أم لا يعني أستبعد الفصام، لكن قد يكون أحد أمراض القلق النفسي، الوسواس، القلق، الرهاب، قد يكون اكتئاب لأنك فاقد الشهية. لكن هذه الأمراض ليست لا تشخص بمكالمة ولا لكن أنا بوجهك إنه لا بد تروح له على طول، بيسألك سؤالا بيعطيك الروشتة. نعم يعني صرت لأنه ما أثق في أي دكتور نفساني، رحت الاثنين النهاية بطلت أروح. لا في باخذ العلاج وبرميه. اكيد انه في اطباء عندهم متسع من الوقت وبيعطوا وقت للمريض، هذا اللي تبحث عنه. نعم. وهذه نصيحه بقولها للزملاء انه لابد من الاعتناء بالمريض واستماع شكواه كامله وشرح الحاله وخطه العلاج بعد التشخيص. نعم شكرا لك اخوي نادر. عموما مستمعي الكرام اللي حابين يتواصلون معنا حول موضوع الفصام العقلي عبر الاس ام اس مشتركي الاس تي سي 847700، اما مشتركي موبايلي 640660 ومشتركي زين 746262، والتواصل معنا بشكل مباشر على الرقم 7005749. راح يكون معكم الدكتور عدنان ديب عاشور، استشاري الامراض النفسيه واستشاري الطب النفسي الشرعي. عموما راح ناخذ ايضا مشاركه جديده معنا. الو معك ابراهيم. حياك الله اخوي ابراهيم، من وين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، من وين اخوي ابراهيم؟ من جده. من جده، تفضل. بعد اذنك، انا مشكلتي ما هي فصام عقلي، مشكلتي ايش؟ نفسيه يعني، اهز كثير وافكر يعني كثير. التفكير هذا يخليني يعني اهز، واذا انتمشت انا في السالفه يعني احس ان انا اني اهز وزي كذا، وابغى اتذكر من الهز هذا. وايضا عندي تفكير كثير، اخلط امور كثيره ببعضها. فابغى اعرف يعني السبب من الدكتور. لا شكرا لك عمون ابراهيم، تفضل. يعني قد تكون عندك بعض السمات الوسواسيه او كذا، وقد تكون الحاله ليست مرضيه. لا استطيع ان يعني اوصمك بمرض معين الان من مجرد شكوى، لان بعض الشكاوي قد تكون عوارض وليست أمراض. نعم. يعني قد يكون هذا مجرد عرض ودليل على بعض السمات الشخصية اللي عندك، الشخصية فيها نوع من الوسوسة، فيها نوع من الدقة، فيها نوع من هذا القبيل، أو قد تكون بعض الحركات اللا إرادية اللي قلت عليها هذه بتحصل كعادة، يعني حدثت بالتعلم منذ الصغر. نعم. فيعني هذه عايزة تقييم، ممكن تستشير طبيب نفسي. نعم.
رح ناخذ ايضا مشاركه جديده من نجران معنا محمد. اسعد الله مساك اخوي محمد. الو يا هلا فيك تفضل حياك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخوي محمد. مساء الخير. يا هلا مساك الله بالرضا والسرور. اليامي من نجران طال عمرك. حياك اخوي محمد تفضل حضرتك على الهواء. حبيب الدكتور عدنان الله يحفظك. يا هلا والله اهلا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك دكتور عساك طيب؟ الحمد لله الله يكرمك. حياك الله. الله يحييك ويبارك فيك. عدنان ذكرتم من المرض هذا كف الله شره. ما هي اسبابه وكيف الوقايه منها الله يطول لي عمرك. موضوع الأسباب هذا موضوع كبير، وهو هناك تغيرات في بعض الإنزيمات وبعض المواد الكيميائية في المخ زي مادة الدوبامين والسيروتونين والنور أدرينالين، ولذلك بنركز على العلاج العقاقيري. وطبعا عامل الوراثة له دور كبير في توريث الاستعداد للمرض، شايف؟ هذه في زواج الأقارب يكثر، في زواج الناس اللي عندهم تاريخ عائلي للمرض. السؤال الثاني قلت ايش اسباب، نمرة اثنين قلت ايش العلاج ولا ايش تسأل؟ ذكرني بالجزء الثاني من محمد. السؤال طيب الوقاية من الدكتور نعم شكرا لك عموما اخوي. الوقاية انه يعيش الانسان حياة بعيدة عن الضغوط النفسية. طبعا الضغوط النفسية هي تفجر المرض عند اللي عندهم استعداد. نعم. اذا ظهر الشخص انه انطوائي، انه يعني قليل مخالطه للناس، بارد في المشاعر، نوضع احتمال انه عنده استعداد للمرض. نعم. هذا الشخص يجب انه يعمل في عمل بعيد عن الضغوط النفسيه ولا نكثر عليه في الضغط النفسي. نعم نعم. طب دكتور ايضا وصلنا مسج بيقول هل الوسواس القهري الشديد ممكن يسبب الفصام؟ الوسواس القهري اقرب الامراض النفسيه عند يعني بعض الناس يعتبروه أقرب الأمراض النفسية إلى الفصام، وقد حتى يجدوا أنه الوسواس الشديد ممكن أنه ينقلب إلى فصام، لأنه الاضطراب هنا في الأفكار أحيانا وهنا في الأفكار. بس الاختلاف أنه في الوسواس القهري الأفكار المريض يعرف أن هي أفكار خاطئة ويقاومها. نعم. بالمريض الفصام عنده أفكار لكن هو يتوحد معها ويتقمصها ويدافع عنها. نعم. بكل قوة. فبعض حالات الوسواس الشديد ممكن يثبت أنها فصام في المستقبل. نعم. في المستقبل. نعم. رح ناخذ أيضا مشاركة جديدة معنا أحمد من جدة. سعد الله مساك أخوي أحمد. هلا وسهلا. السلام عليكم. كيف حالك أخت أمينة؟ الحمد لله. حال سرك إن شاء الله. شلونك عساك طيب؟ دكتور كيف أخبارك؟ هلا والله يا مرحبا. بالله أنا عندي سؤال، مدري هو يخص بالانفصام هذا. بس أنا عندي زوجتي يا أخي يعني كذا الحالة حال نفسها ما تخش، يعني أنا لسه خاطب أعرفه، فأحس أني الحالي ما أحس أني لأنا ماني حاس أني متزوج، أعرف يعني أحس أنه مر بعيدة لا تهرج زين مع الناس، إذا حدا رجع إذا ما حدا رجع ما حد كلمها، يعني ما في أي تفاعل ما في أي حاجة، يعني حتى فكرت كم مرة إني أسيبها أعرف، بس ما قدرت أحس إني حظلمها إذا سبتها أعرف كونها بنت زي كذا. فما أدري هل المراحل اللي زي كذا لها علاج لها شيء، حتى يمكن هي كمان ما تسمع زي الناس، أنا أتوقع إنه هذا الشيء هو اللي خلاها تبعد شوية عن المجتمع، وبرضه سلوكيا ما أدري كيف، فما أدري كيف إيش الحل، هل في حل هل ما في حل. زي ما فهمت منك انه العرض اللي ظاهر هو الانطوائيه، يعني هل لها أصدقاء؟ لها صديقات يعني من الزعل انفصام ولا لا؟ لها صديقات؟ ما اتوقع الا كان جيرانهم بس. زي ما قلنا انه في شخصيه اسمها الشخصيه الانطوائيه، وفي شخصيه اسمها الشخصيه الشبه فصاميه. وفي شخصية فصامية الطراز، يعني هو العزلة حتى لما نتكلم معاها زي كذا فترة الخطوبة ما أقدر أخذ منها ولا في آخر شيء أطفش منها، يعني ما أشوف تحب أكلمها كثير، يعني ما في قد يكون هذا نوع من الشخصية وليس مرضا عقليا ذهانيا. فأنا لا لا ما هو عقلي، هو مش عقلي هو يمكن انعزال أكثر من حتى هي ترجع يعني الدراسة في المرحلة المتوسطة. قد يكون نوع شخصيتها بهذا الشكل، وانت تحاول بصورة خفيفة تخرجها من هذه العزلة وتساعدها في انها
تكون أكثر اجتماعية شوية شوية. نعم. ربما يحدث تحسن من هذا القبيل يعني. نعم. يعني في أمل من هذا الشيء ولا ما في أمل ولا كله؟ ولا تحاول إنك تعمل. يعني بأمان أنا أقول لك، أنا حاولت إني أحاول كم مرة أفكر إني أتركها، لأني ما يعني أنا إنسان اجتماعي وأحب أروح وأضحك وأجي وهذا، بس ألاقيها عكسي نهائياً. يعني مرة عكسي بشكل غير طبيعي. والله من البداية أنا لا يعني لا أستطيع أن أنصح به، لأن أبغض الله عند أبغض الحلال. أيوة أنا عارف الكلام هذا وأنا متأكد منه، ولكن لا. الآن ما أدري إيش أقول لك. أنا عارف رغم هذا إن أنا حزناء، يعني ما أبغى، عارف ما أبغى الشيء هذا، لأنه في النهاية أنا ما يعني ما أبغى أغاث تتضرر مني. حالات الفصام أثناء العلاج، بعض الحالات لما تتحسن بتكون بعض الحالات تترك أثر، خاصة اللي ما تعالجت مبكر تكون في حالة انزواء وكذا. لكن هذا إذا كان عندها تاريخ سابق وأهلها قالوا لك أنه عندها فصام وعالجناها قد يحدث، لكن إذا لم تكن هي تعاني من فصام فأتوقع أنها شخصيتها من النوع من هذا النوع، وقد يكون هذه ميزة عند بعض الناس يحب انه زوجته مبطيء. انا بعرف واحد بده يطلق مرته لانها بتناقشه، لانها بتجادل وبترد عليه، يعني بقول له هذه ظاهره صحيه، طب هو عايز واحده زي كده. وهي هي صحيه، لان انا في النهايه بحس انه في احد قدامي، بحس انه في ناس في ناس يحسدوك، عايز زوجه يعني مطيعه وسالمه مطيعه. نعم. عموما حاول معها اخوي احمد لتيأس ان شاء الله، يعني شوي شوي يمكن بعدين لسه يعني يمكن مستحيه منك خجلانه منك. يعني لا لا 6-7 شهور بعده، وأنا من الناس اللي كل يعني الفترة بحاول بيئتها بجيبها. أو بيئتها يعني ما أدري، أحس إنه جالس أكلم نفسي، ما أحس إنه في، ما أدري والله. لا. ولكن هل هي ليها يعني في حل ولا إني حتعب الفاضي، أو إنه هذه الحالات أنا لا أعلم هي طبيعتها، يعني هل في مشاكل خلتها بهذا الشكل ولا هي طبيعتها من صغرها ومن مراهقتها وبعدين أنت كنت في فترة خطبة أو في أسئلة. هي البنت ما تسمع بعد يعني كويس، ويمكن السمع له دور، تعالج موضوع، تشوف طبيب أنف وأذن تواصل. نعم. ربما يعني هذه الأشياء العناية بها يعني يكون هذاك أجر كبير يعني. أكيد صحيح. شكر لك عموما أخوي أحمد، ويا ريت تطمننا. عموما يعطيكم العافية، مشكورين ويعطيك إن شاء الله. أيضا في يا هلا فيك معنا أحمد من جدة، بيقول مسج بيقول هل تتضاعف مرحلة الفصام حتى تصل إلى أن تكون مزمنة غير قابلة للشفاء؟ أخي مصاب بالفصام وصديقي مصاب بمرض مشابه في الأعراض، ولكن اسمه الاضطراب الوجداني ما بين القطبين. شو الفرق بين المرضين؟ بس خلينا نجاوب أول شيء على السؤال الأول، هل تتضاعف مرحلة الفصام إلى أن تكون مزمنة غير قابلة للشفاء؟ نعم، إذا كان إذا أهمل العلاج، إذا تأخر العلاج كثيرا أو أوقف العلاج من قبل الأهل بدون استشارة الطبيب، أو أدى المرض إلى انتكاسات عديدة. نعم. لعدم العناية بالعلاج العقاقيري أو بمتابعة الحالة ممكن. لذلك قلنا العلاج مسؤولية الأسرة، لأن المريض غير مستبصر. نعم. فكثرة الانتكاسات المتكررة تؤدي، ممكن تؤدي إلى تدهور وفصام مزمن واستجابته صعبة للعلاج. نعم. النوع التفريق بين الفصام والاضطراب ثنائي القطب، اضطراب ثنائي القطب هذا تقلبات مزاجية. الفصام يعني اختلال في وظائف العقل كلها، الوجدان والتفكير والسلوك، لكن الاضطراب الوجداني اضطراب في المشاعر والوجدان. أحيانا يرتفع المزاج فيكون الشخص منطلق، كلامه كثير، نشاطه كثير، أرق مستمر، وممكن يكون سعيد جدا. نعم. وينكت وكذا، وممكن يكون متوتر جدا. نعم. في أوقات أخرى يكون منخفض المزاج فيكون مكتئب، ما يأكل ما يشرب. نعم. ما يخالط الناس. فهذا بايبولر أو هذا ما نقول ثنائي القطب. نعم. يعني مرة مزاج مرتفع مرة منخفض، وأهم جزء من العلاج معدلات المزاج. نعم. يعني برضو هذا علاج رقم واحد العقاقير مثله مثل الفصام، وبدأ يتجه هذا المرض، صورة المرض كان زمان لما نشوف المريض عنده اضطراب ثنائي القطب يقول الحمد لله انه مش فصام، لكن الآن بدأت حالات كثيرة من اضطراب ثنائي القطب تشبه في مآلها الفصام. بدأ يتغير مسار المرض، وبدل ما كان كنا لما نفرح مع المريض من مزحه من كلامه ونكته. نعم. مريض الاضطراب ثنائي القطب. نعم. بدأ الآن المزاج يكون متعكر، المزاج غالبا متقلب، يعني صعب. نعم.
يعني المزاج نعم. سيء. نعم. نعم. رح ناخذ أيضا معنا ناصر من الدمام. أسعد الله صباحك مساك أخوي ناصر. السلام عليكم. يا هلا فيك أخوي. أسعد الله مساكم ثمينة. مساك إن شاء الله يا رب أيضا. مساك العافية أنت الدكتورة. عندي أنا ثلاث نقاط يا دكتورة يعطيك العافية ربي. هلا والله. واشي طال عمر عندي واحد من اخواني يعطيك العافيه كان مدمن مخدرات والحمد لله الله رفع بلاه الحمد لله بس طال عمرك كان في عنده شكوك والشك والكذب درجه كبيره الشيء ثاني طبعا كنا نراجع له الدكتور وكان يعطي حبوب مهديات هذه الحبوب اللي يستخدمها تسبب له خمول برود نوم بس وضعه ممتاز اذا ترك الحبوب هذه اللي يستخدمها يرجع لحالته الاول اللي هو الشكوك والبنون والكذب نعم وعجزنا فيه يعني أطلب ونكلمه إنه يستمر في العلاج يقول أوكي أوكي عجزنا فيه إحنا نبغى يحاول إنه يستمر على العلاج يأخذ له شهر شهرين ثلاثة يستمر العلاج إذا ساءت حالته رجع لل هذه نقطة يا دكتور نعم النقطة الثانية طال عمرك فيها اللي هو الرهاب الاجتماعي من فئة معينة شخص تعدى 40 سنة نعم يقدر يتعالج منها وكم نسبة النجاح نعم السؤال الأخير استاذ يا دكتور نعم. طول عمرك بالدمام أو الخبر في دكتور معين توصينا عليه نعم نفسية نعم شكر لك أخو ناصر لأن الوقت للأسف دهمنا تفضل الجزء الأول إنه المريض عنده بعض الاضطرابات العقلية بعد تعاطي التعاطي دوره مع الفصام أو مع الأمراض العقلية إما يكون سبب يعني إذا تعاطى الشخص مدة طويلة بعض المنبهات زي الكبتاجون والأشياء اللي تسمى بأسماء عديدة في المجتمع المنبهات قد تبعث مرض الفصام زي ما قلنا اللي عنده استعداد وراثي يظهر عليه المرض الدور الثاني أنه نفس المريض بهذه الأمراض سواء الفصام أو ما شابه الفصام يلجأوا يعني يتعاطوا أكثر من الأشخاص الطبيعيين في المجتمع نسبة التعاطي فيهم كثيرة فالدور قد يكون سبب من العقاقير وقد يكون سبب من المرض نفسه أنه أصبح يتعاطى الناحية الثانية أنه زي ما قلنا قبل كده أنه العلاج يجب أن يتبع يعني تعليمات الطبيب ولا يوقف العلاج فسبب انتكاساته توقيفه للعلاج نعم. سؤالك الثاني عن الرهاب الرهاب مرض آخر مرض من أمراض العصاب القلق يعني نوع من أنواع القلق النفسي وهو الرهاب نعم. يعني ينصب القلق على situation أو على مواضع نعم. معينة التقاء بمثلا عزيمة ناس مسجد تجمعات الناس يشعر بقلق شديد في هذه التجمعات الشخص يعني وهذا يعني انتشاره إلى حد ما في مجتمعنا كبير لأسباب اجتماعية وبيئية لكن قابل للعلاج في أي سن ممكن علاجه وكثير من الناس بعد 40 تحسنوا مع العلاج والمآل إلى حد ما جيد في أحد معين في المنطقة الشرقية في الدمام ممكن والله لا أستطيع يعني أفضل شخص على شخص أي واحد متخصص وعنده خبرة ممكن تلجأ لو تسأل في منطقتك هم أدرى يعني أكيد ونتمنى لها الصحة والعافية رب لكل المستمعين شكرا لك دكتور عدنان عموما المستمعين الكرام كان معاي حول موضوع الفصام العقلي على مدى ساعة كاملة الدكتور عدنان ديب عاشور استشاري الأمراض النفسية واستشاري الطب النفسي الشرعي أشكر كل اللي تواصلوا معاي اليوم في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية وأيضا أشكر معاي زميلتي الدائمة ابتسام عزام من خلف الكنترول رح إن شاء الله يتجدد لقائي فيكم في تمام الساعة الرابعة عصرا مع زميلي طراد سندي ببرنامج غير جو أتمنى لكم إن شاء الله يا رب ربعكم يكون فلة ويكون فلة معنا إن شاء الله بغير جو طول المشوار واسمعنا على ألف ألف أف أم